ومن ملف الخطف إلى حادث اختفاء عدد من صيادي الأسماك مساء اليوم في منطقة الدورة بعيد خروجهم من مرفأ الصيادين. في مستهل نشرة الام تي في في الأول من نيسان عام 2013 طلعت المحطة بهذا الخبر لتكذبه في آخر النشرة قائلة أنه مزحة مناسباتها كذبة الأول من نيسان. بدألكم تعيشوا وتاكلوا غيرا، نحن اليوم الأول من نيسان. الرواية ليست هنا، الرواية أنه بين الخبر وتكذيبه كانت المؤسسة اللبنانية للإرسال قد وزعت هذا الخبر مضيفة إليه بعض المنكهات الخبرية قبل أن تكتشف أنه مزحة. لا تستثنى مؤسسة إعلامية من الزلات المهنية، والسالفة ليست إلا تعبيرا عن إشكالية أكبر. في الأيام القليلة الماضية كثر الحديث عن تقرير أسود قيل أن الكاردينال الفرنسي دومينيك مامبرتي رفعه إلى الفاتيكان عقب زيارته الأخيرة للبنان، يقول فيه إن المؤسسة الكنسية المارونية أصبحت بلا رحمة ويحملها مسؤولية في عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية. جرى تناقل الخبر بكثافة لافتة حتى أنه استدعى نفيا من الفاتيكان وبكيركي، وقناة تيليلوميير عرضت تقريرا عنه تضمن نفيا من المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي المطران فرانسوا عيد. اليوم مامبرتي ما عادش موجود بالأمان العام في السلك الدبلوماسي، مامبرتي صار بمكان آخر بسنياتير أبوستوليك لمحكمة. جلبة استدعاها خبر تناقلته المواقع اللبنانية، ولكن من أين أتى؟ عبر محركات البحث على الإنترنت تعقبنا مصدره الأساسي ليتبين لنا أن أول موقع إلكتروني نشر الخبر هو موقع جريدة النهار قبل 8 أيام، والصيغة الخبرية المعتمدة تنسب الخبر إلى أوساط غير محددة وغير معروفة الهوية بتاتا. بحثنا في المواقع الأجنبية فلا أثر لا إلى تقرير ولا إلى سواد ولا أي لون آخر. إذن لابد لهذه المصادر أن تكون بلدية، والتكرار الببغائي لم يحاول طرف واحد تأكيد مصدره، أمر أصبح متكررا لدى أغلب المؤسسات الإعلامية اللبنانية كما يؤكد الكاتب في جريدة الأخبار بيير أبي صعب. فكرة لوي زراعة الحقيقة كل مرة، أما تجاهل شغلات بأفضل الحالات، يعني الراقي فينا بيتجاهل اللي مش عزوره، اللي أسوأ بيروح بزوره. طيب أنا بدي أقوله خي مش عجبني انتخابات هاي الكلية ربح فيها فريق سياسي أنا ما بحبه وأنا عم بشتغل ضده، بس ربح بدي أقول إنه ربح، بدي أقول ليش ربح، بدي هنيه بربحه، إذا ديمقراطية إذا مش حرب أهلية. يعني إحنا دائما بنغلط بين الصراع السياسي والحرب الأهلية، حرب أهلية دائمة يعني، والإعلام بيقع فيها يا محرض يا مروج يا بدون قصده متراس بهذه الحرب الأهلية. من دون تبرير قد يفهم البعض عرض معلومات خطأ في سياق الجري المتسرع وراء السبق الصحفي، وحتى زلقة كذبة الأول من نيسان قد تفهم في سياق التنافسية الجامحة، ولكن التكرار الببغائي ما هو إلا تعبير عن أزمة. عدم وجود ضوابط، عدم وجود قاعدة، يعني أنت ما فيك تعمل ماتش فوتبول إلا في مجموعة قواعد، هذا الفاول وهذا ما بعرف شو، إنه ما بقى عنا فاول بمهنتنا، ما في شيء اسمه فاول، وما بقى في حكم بيصفر، ولا المؤسسات بتحسها رقابية بمعنى بدها تقمع حرية التعبير، ما بدها تنظم المهنة، يعني مجلس وطني للإعلام ووزارة الإعلام ونكتة اسمها وزارة الإعلام يعني، ولا نحن عنا نقاباتنا بتضحك بنية قطاعية طائفية ما بتمثلنا، ما بتمثل حقوقنا المطلبية، ما بتمثل، ما عندها أي شرعية. فبشو بيبقى مين يعني، ورئيس التحرير بده يبيع أو مدير النشرة أو كذا بده ينتشر. في حصيلة الأمر قد يكون هناك من تقرير أسود سري على الرغم من النفي الرسمي، أو في المقابل قد يكون النفي الكنسي في محله، وحتى قد يقول البعض أن الكنيسة بحاجة إلى إصلاحات بتقرير أو من دون تقرير، غير أن المؤكد أن آليات نقل المعلومات أو اختراعها في لبنان بحاجة إلى عناية فائقة حتى لا تصبح الوسائل الإعلامية أسلحة تستخدمها أوساط لضرب أوساط. جاد غصن، قناة الجديد.